الحبس ما يسقمش يا خويا، الحبس ما يسقمش، الحبس يزيد يعوج. نبيل قضى اكثر من نص حياته في السجن، هذا الامر ما كانش بالامر السهل عليه. دوك انت الدغي يدخل بقرو ولا زوج للحبس، يخرج يبيع، شو راح يعرف الحبس خويا؟ ما يعرفش عباد. واش نقول لك، هذه حديثه دبزه في الحومه كايا مع دريري. كرشت مع واحد جاو ثلاثه خاوه هكذا بالسيوف هكذا، وانا فاني مامو كشت سيوفه، مامو نجبد. انا استكملت، تخلطت مليح. تخلطت مليح. 50 كيلو حلوا خزانه، جبدوا لي 50 كيلو حطوها لي فوق الطابله، قالوا لي راك في هذه. مشارك معهم. قلت لهم كيف راني في هذه يا اخي، كش مقبت عندي انا. ضربوا بسقلا كروشه في الشفرة خوك ذا منا، انا نوضوني من رقات قلحت نجري ماني عارف والو. انا خرجوني ما مفصله، ما خلونيش نطلع عليها باش نبدل حوايجي. قال لي منا نحي البينال واطلق راسك. اللي خرج من السجن قادر يعاود يبدا حياته ويبدا صفحه جديده. حتى كيما القوت اللي غاضني عمري، وليت نبكي في البارة. ولا تقول لي واش بيك تراجل، ما تبكيش، تدي حقك ان شاء الله. وما حيبقى من السجن غير ذكريات وحكايات. واحد يعيش حياته، يدير سيتياسيون شابه، تصويره شابه. ها الحبس دوكا واش نقول لك، تروح تحوس خدمه داخل الحبس يقول لك ما تخدمش، يخافك.